سنين كيكون تقريبا العلاج ديالها ما بقاش. كاين الجمعيات اللي كنا شفنا هذه الجمعيات مع النقابه الوطنيه لطباء العيون دار واحد الميموراندوم اللي هو استغرق واحد الوقت طويل اللي راه حنا في البدايه غير في هذا المؤتمر النقطه اللي بغينا ناكدوا عليها وانه هذا القانون ديال 45/13 لو ما كانش التعديل طرافيه كان غادي يكون يعني تهديد للصحه ديال المواطنين المغاربه، لان لا يعقل ناخذوا نصوص قانونيه عندها 60 سنه ولا 70 سنه ونعتمدوا عليها باش نعالجوا يعني المعضله ديال امراض العيون في المغرب، لان امراض العيون في المغرب يعني واحد النسبه مهمه اللي كيعاني منها المواطنين المغاربه سواء اطفال ولا مسنين. وبالتالي فالمنظومة الصحية على الصعيد العالمي اللي كتركز عليها المنظمة الصحة العالمية كتركز على ضرورة التشخيص المبكر، وللأسف أنه الإخوة والأخوات النظراتيين التكوين ديالهم لا يسمح لهم بأن يكونوا التشخيص، لأنه التشخيص هو محدود لطبيب العيون. وبالتالي فهذا القانون احنا درنا التعديلات ديالنا، قبلتها الحكومة مشكورة، قبلتها اللجان التقنية ودازت في الغرفة الثانية، وحنا متفائلين غدوز في الغرفة الأولى إن شاء الله، لأنه ما يمكنش النواب الأمة يمشيوا مع واحد السياسة اللي كتمشي ضد مصلحة المواطن قبل الاعتبارات التجارية. اليوم جينا نوضحوا الصورة للرأي العام بخصوص مستجدات القانون 45/13 اللي كيتداول في هذه الأوقات في البرلمان. اللي كنأكدوا عليه هو قياس البصر اللي بغاو يقوموا به النظاراتيين هو عمل طبي محض، لا يتجزأ جزء لا يتجزأ من الفحص الطبي للعين. ثانيا هذيك الفرصه ديال الفحص الطبي هي اللي كتمكننا نكشفوا على هذه الامراض الصامته اللي دوينا عليهم. ثالثا احنا الهدف ديالنا هو الحمايه ديال الصحه ديال العين ديال المواطن وحمايه ديال الصحه ديال المواطن على اون توتال. رابعا ما يمكنش لشي واحد اللي يكون كيقيس البصر يعني تعطي يبريسكري لوردونونس ويبيع، كتكون هنا كيكون واحد لو كونفلي دانتيغي. داكشي علاش خصنا نخليو القياس ديال البصر للطبيب فقط، ما يمكنش يكون عند في يد النظارات. 36% ديال الناس اللي كيجيو باش يدوزوا باش يبدلوا النظاظر كنكتشفوا عندهم امراض صامته بحال السكر، بحال بعض المرات كنقدروا نلقاو اورام خبيثه تتعلق بالعين ولا كتعلق بالدماغ. دونك ما خصناش نفوتوا عليهم هذه الفرصه نكتشفوا فيهم هذه الامراض ديالهم ونعالجوها. انا كنظن ما خصناش نوهموا الانسان اننا قلبنا ليه عينه ونقولوا له صافي خلاص راه عينك مزيان هاك نظاظر، خاص الواحد هذه المهمه هذه يعطيها للطبيب وخلي المسؤوليه للطبيب. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.